الموضوع الأهم وش رأيك فيها؟ صراحة تحشم أنك تقول فيها حاجة مش مليحة، خلي نجربه وهي نسقسوها علينا. مرسيدس؟ 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 What do you want to do? Can you tell me your opinion about me? Can you say that again, please? You need a coffee, Mercedes. How can I help you? بعد ما تشرب القهوة إن شاء الله هنعود ونحكم مع بعضنا بما أننا في الصباح يمكن مازال ما استقهوتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشوفوا الشبيبة قدامنا حاجة مش عادية. الحاجة هذه هي مرسيدس A45S فري اي ام جي، هذه اللي راكم تشوفوها يعني نسخه حقيقيه من A45، ماهوش كيت برك. كما شفنا مع بعضنا الكلاس A كي دخلت للجزائر دخلت بال 180 دي وبعدها دخلت بال 200 وال 220 دي، بصح شفنا عليهم الكيت A35 والكيت اللي على A45 يعني بدلوا لها في البارشوك افون بارشوك اريير، تبان كي شغل A35 ولا A45. شفنا ثاني مع بعضنا A35 الكي دخلت هنا للجزائر، حاجه واحده انا بالنسبه لي عبتها فيها هي حلوه صغيره صح سبور، بصح الصوت كان تقريبا ما فيهاش، فيها حاجه خفيفه. راح نخليكم مع الصوت على A35 ونرجعوا. كما شفتوا الصوت في A35 كان ناقص ياسر، وكاين اللي يقول لك يجي واحد عنده كيبرا، السومة تاع الكيبرا تقريبا بنص السومة تاع A35 والصوت في الكيبرا احسن. فهنا مرسيدس في A45S صلحوا هذا الشيء وصار صوتها ما شاء الله، حطوا لها صمامات نحكي في الليني ديشافمون تاعها، ولا يتبدل الصوت تاعها كما ما تحب انت على حسب وضعيات القيادة. هذه اللي قدامنا عليها اقوى محرك 4 سلندر يعني 4 سلندر في العالم ستوك، ما يجيش واحد يقول لي شفت اس 3 ولا شفت جولف سات ار فيها 450 ولا 500 عود ولا غيرها موديفيكاسيون، انا نحكي في ستوك يعني هذه راهي تتسوق في كامل الاسواق العالميه بهذا المحرك. المحرك هذا هو يولد قوه 421 حصان على نسخه A45S، اما على نسخه A45 برك راح يكون حوالي 387 هكاك 388 حصان. فنبدأ نشوفوا مع بعضنا هذه السيارة والملامح اللي عليها، أكيد لد عدسات فيها، نحكي على السيارة تشوفوا فيها ما شاء الله، وفيها هذا الكيت اللي راكم تشوفوا فيه هذه الزوائد اللي راهي تبان تبان الملامح تاع الاي ام جي دائما من البريزيدات كما تشوفوا في الرادياتور من منا يكون منفرمه بالصحة ملهيه يكون مفتوح، هذه تقريبا من اهم النقاط اللي تقدر تبدا تفرز بها. عندكم فيها ليسنسور ولا الحساسات في لافون، عندكم الاي ام جي هذه الكاميرا الخاصه بمراقبه الطريق، والرادار راح يكون الفوق كما الريتروفيزور تاعها. فلافون ماهيش هذيك اللي صح ممكن تقول انها عرفتها A45S ولا غيرها، بالصح كي تجي للجنب تعرف الصح. شوفوا معايا الجنطه ما شاء الله، الجنطه تاعها هذه 19 بوس وعليها الاي ام جي، وشوفوا معايا الديسكات باش يعطوا تبريد احسن. وعندنا هنا القياس تاعها اللي هو 245 على 35 19 بوس. حاجه اخرى نزيدها باش تعرفوها هنا في البنو تاعها بايلوت سبور، فاضافات بالجمله. عندكم هنا النظام بدلوه وصار فورماتيك اس ولا كاتماتيك بليس معذره، لانه قبل كان يجي كاتماتيك برك، وهذا انا الصراحه بالنسبه لي الكاتماتيك يصلح صح في التراك والسيركوي، بالصح الا نحكوا على الكاتماتيك في المناطق اللزجه وغيرها ماهوش هذيك الحاجه الكبيره. هنا الكاتماتيك بلاس ولا كاتماتيك بليس هذا بدلوه وصار احسن خاصه في المناطق اللزجة، وزادوا عليها اللي هو الدريفت مود، ان شاء الله من بعد شوي نكتفوه مع بعضنا ونشوفوه. هاو ليكم نحكي على الكليت تاعها ما شاء الله. عندكم كاميرا جانبية طبعا 360 نحكي على الكاميرا تاعها، دخول ذكي بالنسبة لها، وهذه الجنطة في لاريير. نشوفوا مع بعضنا كفاه كامل كفاه راهي تبان. عندكم هنا سبويلر تاعها ثاني ما شاء الله صح كبير وتحس له باللي كبير، عليه ستوب. شوفوا هنا عندكم اللوجو تاع المرسيدس في ستوب كيفاه يبان.
نشوف حكايه لاريير. حكينا انه الكيتا راهو يدور بكثره هنا في الجزائر. اللي يميز في لاريير الصوت، لان قادر يجي واحد عندها 180 دي ولا هكاك يبدل البارشوك صاي يولوا يبانوا لك كيف كيف. عندكم هنا الاي ام جي وعندكم الا 45 اس. طبعا السياره متوفره عند عميروش اوتو بالمحمديه بالجزائر العاصمه. نشوفوا معنا هنا باش يكون مرور الهواء احسن. طبعا هذه عليها الايرو دايناميك كيت. وليكم الصورتين من بعد شوي ان شاء الله راح نشوفوا مع بعضنا ونسمع مع بعضنا الصوت الخاص بها. نحكي على الصوت تاع لي شافمون تاعها وحكينا على انه تبدل. بسم الله شوفوا معايا الانتريير تاعها كيفاه يبان. وهذم هما السياج. تمنيت تكون بصمه الاي ام جي حتى في السياج الريير تاعها. فيها طبعا الكولور دومبيونس من الداخل. وهذا هو الانتريير كما تشوفوا فيه. وفيها ليطوا الفوق. بسم الله ندخلوا للسياره مع بعض. عندك هنا الاي ام جي اترحب بك. كما تشوفوا هذا هو الانتريير تاعها مبدل شويه على الاي 35 كما تشوفوا. بدايه بالفولون الكونتاره مباشره راح تشوفوا وتعرفوا يعني من اللمحه الاولى. عندكم هذين الزرين اختياريين. عندكم هذا زر خاص بوضعيه القياده وهذا يفتح الصمامات ولا الصبابات اللي راه موجودين في الليشابمون تاعها. شوفوا كيف يتبدل اللون تاعو احمر وراح يتبدل معك صوت السياره. عندك بصمه الاي ام جي راهي موجوده في الطابلو في النص. وعندكم هنا بصمه الاي ام جي راهي موجوده كما تشوفوا فيها في الفولون. نجو معاكم هنا وين كاينه الشاشه هذه. فيها كل المعلومات اللي تحتاجها يعني المليحه فيهم على انهم تخلوا على انها تكون دائما بالفاره ولا التحكم هنا راهي تكون مام بالتاتش. تكليك على المنيو. شوفوا معايا اهم حاجه حطوها في الـ A45S هذه اي ام جي بيرفورمانس. هذه تحط عليها واش من سيركوي مثلا دبي اوتودروم ولا نوربوري جرينج ولا اي سيركوي ولا اي حلبه وراح يعطيك معلومات القراءه وتعاونك. هي وهذه اي ام جي تراك بيس كما تشوفوا ما شاء الله. نحكي على هذه الاضافتين كمبيوتر السياره هو اللي يعطي التحكم فيهم بالكامل. نهبطوا معكم هنا عندكم الديناميك هذه وتخير بها وضعيات القياده. انديفيديوال كومفورت سبورت سبورت بلس واهم زر هذا اللي هو او اهم مود هو الريس. من بعد شوي راح نكتيف معكم الريس مود ونشوفه مع بعضنا شوي اماكن تخزين في السياره. السياره عليها خيارين من المقاعد. هذا اللي راكم تشوفوا فيه اللي هو البوكيت سيت عليه الاي ام جي هنا. والخيار الاخر راح يكون على النسخ الاخرى واللي هو سبورت سيت راح يكون اريح شوي من هذا لكن نحكي في الشكل هذا احسن اكيد. حكينا انه فيها الاطواء الفوق. راح نبدلوا نكتيف المود دريفت وراح نسمعوا الليني ديشاب مو مع بعضنا وراح نطلعوا الكاب وان شاء الله ونحكوا على المعلومات الميكانيكيه. عندكم مود دريفت اول حاجه تحطها في الريس مود في الطابلو تبدلها كما تشوفوا في الريس. اللي بعدها انك ديزاكتيفي الانتي ديراباج هذا ومن بعد ترجع لي باليت في زوج لاريير. ونجو مع بعضنا الميكانيك السياره. هذا هو الموتور تاعها واللي صراحه سبب لها شهره كبيره على انه 4 سلندر 2 لتر يعني سعه 2 لتر يولد قوه 421 حصان على نسخه الا 45S. على نسخة الـ A45 النورمال راح يولد حوالي 387 هكاك نحكي يا حصان. بالنسبة لهذا الموتور عزم الدوران تاعو حوالي 500 نيوتن متر. أما بالنسبة للتسارع تاعو من الصفر ل 100 مع ناقل الحركة اللي عليها البوات دوفيتاز تاعها من 8 سرعات راح يكون حوالي 3.9 ثانية. نحكي في الأكسليراسيون من الزيرو للصو رقم الصراحة ما شاء الله. نحكي على سيارة 4 سلندر. الحاجة اللي بدلوها ما بينها ما بين النسخة اللي فاتت لانستالاسيون تاع التيربو بدلوا البلاصة تاعو. التيربو هذا كحد أقصى يلحق حتى 2.1 بار فرقم صراحة ما شاء الله ورهيب.
الميزان تاعها ولا الوزن تاعها حوالي 1540 هكاك كيلو غرام. واش نزيدو نحكو اخر، كما تشوفوا في هذا الموتور حكينا ستوك راهو 421، سي 63 ستوك راهو حوالي 476. هذيك دير لها ستاج ان راهي تدور في جوايه 450، بصح الميزان تاعها اقل من سي 63. هنا تقدر تكومباريها بالسي 63 اكسيليراسيون مثلا، هذا اقتراح برك، ماشي نحكي على الواحد يروح يجيب سي 63 ويجيب هذه ويكومباريهم وما على باليش. الحاجه المهمه دائما انه المحركات تاع الاي ام جي تتركب يدويا، وعندكم المهندس اللي اشرف على هذا الشيء فيها. فهذه السيارة عموما وهذا هو ميكانيكها. كما شفت معنا الشبيبة هذه هي السيارة ما شاء الله نحكي عليها، صغيرة فيها الملامح الرياضية وقوية في نفس الوقت. الموضوع الأهم وش رايك فيها؟ بصراحة تحشم أنك تقول فيها حاجة مش مليحة، خلي نجربه وهي نسقسوها علينا. مرسيدس مرسيدس مرسيدس، What do you want to do? Can you tell me your opinion about me? Can you say that again, please? You need a coffee, Mercedes. How can I help you? بعد ما تشرب القهوة إن شاء الله نعود نحكم مع بعضنا، بما أننا في الصباح يمكن مازال ما استقهوتش. فهذه السيارة الشبيبة كما شفتوا مع بعضنا ما شاء الله، سيارة راهي متوفرة عند عميروش أوتو بالمحمدية بالجزائر العاصمة. أي استفسار عندكم هذه أرقامهم اتصلوا بهم بإذن الله راح يكونوا في الخدمة. وما تنسوش الشبيبة هذا حسابي على الانستغرام mth_397، مرحبا بكم في كل وقت. وما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، وما تنسوش لايك على الفيديو أكيد. ونختم كالعادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله في أمان الله. السلام عليكم.